ومعنا الآن من موريتانيا سلم الداه كابتن المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية. صباح الخير وأهلا بك معنا. بداية، هل ما زالت فعلا العادات والتقاليد في موريتانيا عائقا أمام ممارسة المرأة لبعض الرياضات؟ صباح الخير على قناة الحرة وعلى مشاهدين قناة الحرة. طبعا أظن أن التقاليد والعادات ما زالت تطرح مشكلة كبيرة، يعني وهي عائق كبير أمام الفتاة، وتجعل الأمر صعب على الفتاة لتمارس كرة القدم في موريتانيا، وهذا الأمر طبعا يشكل عائق كبير أمام الفتيات لممارسة هذه الرياضة. من أي جانب؟ لماذا توجد اعتراضات على ممارسة الرياضة وكرة القدم مثلا؟ ما هو نوع الاعتراضات؟ يعني نوع الاعتراضات في الغالب هو يعني شأن اجتماعي وديني، لأن الدين كما تعرفون ملابس الرياضة مثلا يحد من 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 ممارسة ممارسة المرأة للرياضة بصفة عامة، كون الملابس كون لعب في المناطق اللي المكشوفة اللي مثلا تحتوي على جنس الآخر، يعني كثير من الأشياء اللي تصعب قبول المجتمع كون المرأة الموريتانية تلعب كرة القدم. يعني من المفترض أن أي خرق لأي عادة مجتمعية ينتج عنها صعوبات، ما هي الصعوبات التي واجهتكم لتشكيل الفريق النسائي؟ طبعا هناك صعوبات كثيرة، من هذه الصعوبات يعني عدم تقبل المجتمع كما أسلفت، يعني رفض تام من والضغط على الأسر بصفة عامة، يعني المجتمع يضغط على الأسر بصفة خاصة وبصفة عامة، يعني عدم قبول المجتمع الفتاة تلعب كرة القدم، هذا أمر صعب جدا على 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 الفتاة الموريتانية. ومن الصعوبات التي واجهتنا رفض المجتمع، وهناك كثير من الاضطهادات والكثير من المعاملات التي نتلقاها في الشارع والمناطق العامة عندما نخرج لكي نلعب، وهذا يعني صعب جدا. طب كيف تعاملتم؟ كيف نجحتم في إقناع الأهالي؟ كيف يعني نجحنا لاعبات في هذا الموضوع، وكيف نجحتي أنت أيضا؟ بالنسبة للأهالي كان أمر إقناعهم صعب جدا، يعني هناك بعض الأسر لم تقتنع حتى الآن، ولكن كون الفتاة هي نفسها مصرة على أنها تتابع ما تهوى وتتابع ما تحب، يعني جعل الأمر يعني قليل يبدو قليل الاهتمام عند الأسر يقير، ولكن يعني صعب جدا على يعني ماذا قالوا لك في البداية وكيف رددت عليهم؟ يسمح للأسر طبعا بالنسبة للأسرة الوالد والوالدة يعني كان الأمر صعب جدا، من منذ صغري كنت أمارس الكرة كنت يعني أجد الكثير من عدم تقبل الأسرة، يعني الحجز يعني كثير منها، ولكن مع مرور الوقت أصبحوا يتقبلون الموضوع وأصبح يعني الأمر عادي بالنسبة لهم، لأنهم شاهدوا إصراري وعدم قبولي يعني ضغوطات لمنعي من ممارسة الكرة.